العربي بنتأثر لأننا مفعول بنا على الأرض ويحولوها إلى واقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اتفاقية القروض الجديدة مع صندوق النقد اللي عملت الأسبوع اللي فات، كتير بيتساءلوا يعني كده احنا مشاكلنا اتحلت؟ كتير يعني خايفين يتفائلوا، وكتير مش فاهمين احنا رايحين على فين. خليني اقول لك 5 اسئله تحدد بيهم بنفسك اذا كنت تتفائل او تتشائم. اول هذه الاسئله: من يقود الدفه ومن يتخذ القرارات؟ اذا كان اللي بيتخذ القرارات واللي بيتولى المسؤوليه ناس فاهمه ومخلصه ومحترفه وقبلها امينه، يبقى من حقك تتفائل. لكن اذا كان اللي بياخد القرارات مجموعه ضيقه لها مصالحها بتبحث عن منافعها، واذا كان تجربتك معاها قبل كده في السنين اللي فاتت ان هي اخذت قرارات كارثيه، يبقى من الصعب انك تتفائل. اتعلمنا ان اول طريق التغيير الصحيح هو انك تولي المسؤوليه لاصحاب الكفاءات، الناس اللي ليها سيره ذاتيه تجمع العلم مع النزاهه، الناس اللي ليها سجل من الانجازات الحقيقيه على الارض، مش ناس بتسمع الكلام وتقعد تهز في دماغها وخلاص. اي مجتمع واي مؤسسه لا يمكن تنجح واللي بيقودها فاشل، لا يمكن تنهض واللي بيسيطر عليها فاسدين. السؤال الثاني اللي تحكم بيه على مستقبل الاقتصاد المصري: هل هناك تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد؟ يعني الاتفاقات اللي بتتعمل دي هل هي قروض جديده علشان نسدد بيها قروض قديمه ونكمل بيها مشاريع ملهاش لازمه وبالتالي حجم الدين يزيد ونحط حبل جديد حوالين رقبتنا؟ ولا دي استثمارات حقيقيه او حتى قروض بنبني بيها مصانع نشغل بيها ناس نزود بيها صادرات نقلل بيها واردات؟ والاستثمارات اللي بيقولوا هتيجي، هل هي استثمارات حقيقيه محتاجاها البلد ولا مجرد بيع اصول، ولا هي مجرد غطاء لمزيد من رحل مستقبل مصر؟ السؤال الثالث: علشان تتفائل او تتشائم بمستقبل مصر، مين الشركاء، مين المستثمرين، مين المؤسسات اللي بتساعد؟ مؤسسات ودول عايزه فعلا تشوف المصريين ناجحين ومزدهرين، ولا المؤسسات دي لما تعاونت مع شعوب اخرى عملت معاها ايه؟ ساعدت في نهضتها وساعدتها ان مستوى المعيشه فيها يرتفع، ولا كانت بتدخلها في دوامات يطلقوا عليها اصلاح اقتصادي مره والتانيه والتالته وهي في حقيقتها خراب؟ ولا هي في حقيقتها خطه لمجرد السيطره على البلد ومقدراتها واصولها؟ السؤال الرابع: ايه اولويات متخذ القرار في مصر؟ هل بدأ يهتم بالتعليم، بالصحه، بالبحث العلمي؟ هل بيهتم بالتصنيع والتكنولوجيا والتصدير؟ مفيش مجتمع ينتشر فيه الجهل وافراده مرضى يمكن ان يزدهر. مفيش بلد كل مشاريعها كباري ومنتجعات يمكن ان تتقدم. دول اصغر مننا بكتير واحدث مننا بكتير زي كوريا الجنوبيه، سنغافوره، ماليزيا، حققت نهضات عن طريق التعليم والبحث العلمي والتصنيع. اخر واهم سؤال تبص عليه: هل فعلا في اتجاه لاصلاح شامل في مصر؟ ما هو يا جماعه الاقتصاد مش هيتصلح لوحده. لو في ظلم وفساد، لو في سيطرة مؤسسة بعينها على مقدرات البلد، لو في غياب تام للقانون ومفيش قضاء ونيابة تحمل حقوق، لو في إعلام ضال بينشر الأكاذيب وبيسيطر عليه مجموعة من الأفاقين، لو مفيش حرية صحافة تسمح بالنقد وتسمح بالحوار الجاد حوالين المشروعات مش مجرد تطبيل، إزاي تتفائل؟ الخمس أسئلة اللي قلتهم فيهم الإجابة وفيهم برضو خارطة طريق لو حد فعلا عايز يصلح البلد، لو حد فعلا عايز ينقذ هذا الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه زي ما قالوا قبل كده. جاوبوني في التعليقات تحت، تفتكروا أول خطوة المفترض ناخدها إيه لإصلاح الاقتصاد في مصر؟ وهل تفتكروا اتفاقيات صندوق النقد كافية؟ مستني تعليقاتكم وإجاباتكم. تابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا، ما تحرمونيش من آرائكم، خلونا نستفيد من بعض.